ويأتيكم التسعة عشر والعشرة عشر وكم عذاب ربكم عذاب النار اللهم ادخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذابكم اللهم احسن خاتمتنا واجعل آخر أيامنا تفوزا مصروحا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اغفر لوالدي ربي إنه كان رحمة علي كان رحمة علي في الأرض اللهم الآن أنت أرحم الراحمين صلى الله عليه